معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة 9. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. الألحان جيف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأوشية الموسمية المياه. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنيمو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 28 من شهر توت المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسان أبادير وإيرائي أخته. ولد في أنطاكية، وكان أبادير قائدا عظيما في جيوش دقلديانوس. ولما اضطهد دقلديانوس المسيحيين، ظهر السيد المسيح لأبادير في رؤيا الليل وطلب منه أن يذهب هو وأخته إلى مصر لينال إكليلي الشهادة. وقد رأت أخته نفس الرؤية، فاعترف أمام إريانوس بالسيد المسيح، فعذبهما عذابا شديدا، وكان الرب يقويهما، ثم أمر بقطع رأسيهما، فنال إكليلي الشهادة. وبعد انقضاء زمن الاستشهاد، بنيت لهما كنيستين على اسميهما بأسيوط. بركة صلواتهما فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. جزنا في النار والماء، وأخرجتنا إلى الراحة. أدخلوا إلى بيتك بالمحرقات، أنفيك النذور التي نطقت بها شفتاي الليلويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مرلوق البشير، التلميذ الطائر، بركاته على جميعنا. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وغلاة لأجل اسمي. فيقول ذلك لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها.
وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تلك بصبركم اقتنوا أنفسكم. والمجد لله دائماً. بسم الاب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. اليوم هو 28 توت. موضوعنا من خلال القراءات اليوم هيكون عن مفهوم حياة الحرية وحياة العبودية، مفهوم حياة الحرية وحياة العبودية. كثيرون يعيشون الإحساس أنهم يعيشون في الحرية، والحقيقة أنهم يعيشون في العبودية. يعني الملحد والمدمن والمستبيح، وكل واحد بيستخدم العنف أو بيستخدم القسوة، أسهل كلمة عنده أنا حر أفعل ما أشاء، ويفعل ما يشاء، ولكن حينما تبحث عن السعادة داخله لا تجدها، حينما تبحث عن الراحة داخله لا تجدها، حينما تبحث عن التعزية داخله لا تجدها. ليه؟ لأنه مش مرتاح، وبيدعي أنه حر ومبسوط بالحرية، لكن الحقيقة المرة أنه يعيش في العبودية. عشان كده هتكلم من خلال الأناجيل النهاردة والقراءات عن ما هو مفهوم الحرية الحقيقي وما هو مفهوم العبودية الحقيقي. إنجيل القداس بيتكلم على اللي في السجون والمقبوض عليهم، يقول وبمثل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. يعني هم مقيدين ومسجونين، بس ده يقول شهادة. وأعطيكم، وهم مسجونين، ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم. المعانديين دول اللي يبدو للناس أنهم في حرية لكن الحقيقة هم في عبودية، خلاص، أن يقاوموها أو يناقضوها، وتكونون مبغضين من الجميع اللي بيظنوا أنهم في حرية من أجل اسمي، ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك. هقول لكم مثل بقى تطبيق عملي لهذه القضية. تساقون قدام مجامع، هناخد مثل لمعلمنا بولس الرسول حينما سيق أمام فيليكس الوالي وأمام أغرباس الملك. دخل بولس الرسول أمام أغرباس مقيد، فيبدو للناس أنه بلا حرية، يبدو للناس أنه مقيد، وابتدى يتكلم مع أغرباس الملك. قال له أتؤمن أيها الملك أغرباس أنا أعلم بالآلهة بالأنبياء؟ أعلم أنك تؤمن. فقال أغرباس لبولس بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال بولس كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني هكذا كما أنا ما خلى هذه القيود. يعني أنا أتمنى كل اللي بيسمعوا يبقوا زي كده، أحرار، أحرار لا يهاب الملك. أنا عارف أني هأعطى ثمن وحكمة، وأعطيت ثمن وحكمة بدليل أن أغرباس قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. إيه ده؟ إيه الجبروت اللي أنت فيه ده يا بولس؟ أنت مقيد وزليل واقف قدام أغرباس الملك، أيهما أكثر حرية؟ أيهما أكثر جرأة؟ أيهما أكثر انطلاقا، بولس أم أغرباس؟
طبعا بمنتهى البساطة اللي يقرأ النص الإنجيلي يقول أغرباس كان مقيدا ومزلولا وبولس كان حرا طليقا ما خلا هذه القيود. تعال شوف معلمنا بولس لما وقف قدام فيليكس الوالي. فيليكس ده كان عنيف جدا، وفيما كان يتكلم بولس عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون ارتعب، خدوا بالكم من كلمة ارتعب ده، ارتعب فيليكس الوالي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت مقيد وبتحاكم ومجرور امام الوالي والوالي يرتعب وانت حر طليق بتتكلم بمنتهى الجرأة. ومن كتر ما فيليكس ارتعب قال له اما الان فاذهب ابعد، ومتى حصل لي وقت استدعيك. ايهما اكثر حرية؟ ايهما اكثر جبروتا؟ ايهما اكثر قوة؟ ايهما اكثر انطلاقا، بولس ام فيليكس الوالي؟ قطعا 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 اللي يقرا النص الانجيلي ده يقول ان فيليكس كان مرتعبا وخائفا ومسجونا، ومسجونا في شهواته وفي خطيته لانه كان سلوكه غير سوي او غير سليم، وبولس الانسان الطاهر القوي وقف قويا فارتعب فيليكس الوالي. ايهما اكثر حريه؟ ايهما اكثر انطلاقا؟ وايهما اكثر يعني احساس بانه هو حر طليق ما فيش اي حاجه؟ طبعا زي ما قلنا في انجيل القداس شعره من رؤوسكم لا تهلى. الانسان الحر الذي يعيش في حريه مجد اولاد الله ما فيش شعره منه هتهلك او همسها اي حد. انجيل عشيه بيتكلم برضو على الذين يقتلون الجسد، بيقول ايه؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد اللي هم الإرهابيين أو أي حد بيضطهد أولاد الله ولا يقدروا أن يفعلون شيئا بعد ذلك. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولكن لا يقدروا، النفس لا يقدروا أن يقتلوها، بل خافوا بالحري الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كلاهما ويلقيهما في جهنم. إيه ده؟ شعور رؤوسكم محصى؟ إنجيل باكر هنا بيتكلم على إن اللي هيقتلك بالجسد ده مقيد، ده ذليل، ده غير قادر لأنه مش هيستفيد حاجة، آخره يقتل الجسد والجسد ينطلق ويسبح، بس هو ذليل هذا الإرهابي الذي قام بقتلك أو بقتل أي إنسان واضطهده يعيش في ذل ويعيش في قيود الظلمة وهربان ومش قادر يكلم حد وخايف من طردة الشرطة ليه. فين ده؟ فين الحرية اللي هو فيها؟ لا توجد حرية. هات كده منظر الإرهابيين أيام ما قبضوا عليهم، ولا واحد فيهم عايش في حرية، لكن شوف الذين قتلوا أو اضطهدوا انطلقت روحهم مسبحة إلى ملكوت السماوات. إنجيل باكر بيتكلم عن الإنكار وإن الإنسان اللي يحمل الصليب ويتبعه، من أراد يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويأتي ورائي، ماذا ينتفع إنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ايه هي تكلفة الحرية؟ الحرية دي لها تكلفة. عايز تعيش حر؟ شيل الصليب. في تناقض اطلاقا. شيل صليبك والتشاكر وامشي وراه. التبعية، التبعية، تكلفة الحرية انك تحمل الصليب. تكلفة الحرية ان تتبعه. في حاجات هتدفع، هتنكر نفسك، هتقول نفسي مش ثمينة عندي، هتقول كل ده. يبقى خلي بالكم ان الحرية دي مش رخيصة. الحرية دي تمنها، ولسه هتكلم على باقي الحاجات، تمنها غالي، لكن هذه هي الحرية. طول ما انت شايل الصليب انت حر، حر. الصليب ده المفتاح اللي يفتح لك الباب الضيق، الصليب ده هو المفتاح اللي يفتح لك ملكوت السماوات، الصليب ده هو اللي يفتح لك الآفاق الكبرى في ملكوت السماوات. يبقى النهاردة في صليب، شايل صليب يبقى انت تدخل ملكوت السماوات. طب بولس الرسول بقى في البولس بيتكلم عن روح الحرية وروح العبودية، يقول لهم أنتم إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف تملي، زي ما قلنا اللي عنده روح العبودية عايش في خوف، بل أخذتم روح التبني اللي هي روح الحرية الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. إحنا أولاد الله، إحنا أحرار، إحنا أحرار، أولاد الله أحرار. حرية مجد أولاد الله الذين يعيشون في الخطية يعيشون في الأسر، يعيشون في الظلمة، يعيشون في الخوف، يعيشون في الرعب، يعيشون في قلق النفس، يعيشون في الأمراض الناتجة عن القلق والخوف،
يعيشون في كل أنواع العبودية. أما الذي يحيا في المسيح يحيا في الحرية، حر خلاص، مش حاجة تأثر معاه، مش حاجة تفرق معاه. خسرت جميع الأشياء وأنا أحسبها نفاية، ما يلزموش أي حاجة. ليه إحنا أولاد الله؟ إحنا أولاد له بالبنوة، بالتبني. عشان كده بنصرخ له ليل نهار ونقول له أنت أبونا، إحنا أحرار لأن أنت إيه؟ حر. الكالسيليكون يتحدث عن هؤلاء الأحرار، يقول إيه؟ كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترًا للشر. أنا قلت لكم الإباحية، الإلحاد، القتل، الشتيمة، كل دي مش حرية، كل دي عبودية. المال أصل كل الشرور، إذا ابتغاه قوم ضلوا عن إيمان. ليه؟ لأنه ده عبد، لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، يا إما الله يا إما المال. في شخص يعيش ويموت عبد للمال، ده النهار بيفكر هيعينهم إزاي، يعملهم إزاي، يصرفهم إزاي، يحوشهم إزاي، عبد للمال، لا يفكر إلا فيما عنده وإزاي يكتره ويكبره. المال مخليه مرعوب، بدل ما بيحط قفل على البيت بيحط 10، بدل ما بيروح البنك وهو مش خايف رايح خايف، واخد الشنطة وخايف ورايح البنك وخايف، خايف من الناس اللي تهجم عليه، خايف من الناس اللي تنصب عليه، يعيش في عبودية الخوف، عبودية الخوف، ويصاب بجميع الأمراض، ضغط وقلب وسكر وجلطة وزبحة وسرطان، كل الأمراض. إيه ده كله؟ أصلاً أنا خايف، أصلاً أنا مرعوب. ما كل ما يترعب كل ما جهاز المناعي بيقع، كل ما يصاب بالأمراض أكتر. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ أنت في عبودية ولا في حرية؟ كل الفلوس اللي عندك دي وعايش في العبودية؟ عايش في عبودية المال، والمال جاب لي المرض وجاب لي الكافية وجاب لي كل حاجة. يبقى بولس الرسول الكاثوليكون هنا بيتكلم بوضوح عن الحرية التي لأولاد الله، كأحرار وليس كالذين حرية عندهم سترا للشر، بل كعبيد الله الأحرار. شوف هنا الشيطان بيخلي الناس عندهم إيه؟ عبودية. تعالى الإبراكسيس، أولاد سكاوة ماشيين مع الشيطان. طب دول أحرار ولا مش أحرار؟ لا مش أحرار، بدليل الشيطان لما خرج قال لهم إيه؟ أقول لكم كلمة، أما بولس فأعرفه، وأما أنتم فأعرفكم، وأما بولس فأعرفه. أنا عارف مين بولس، وعارف مين يسوع، وعارف مين أنتم. أنتم تبع الشيطان، أنتم أسرى للشيطان، لما بولس فوق قوي، المسيح يسوع قوي جدا، وقام عليهم وضربهم. يبقى مين أيهما أكثر حرية، بولس أم أبناء سكاوى اللي بيدعوا إخراج الشياطين؟ الذي يسير مع الشيطان هو عبد للشيطان، والذي يسير مع المسيح زي معلمنا بولس هو عبد للمسيح، فهو حر قوي، يقف أمام الملوك وأمام الرؤساء ويصنع منه معجزات كثيرة جدا جدا. كانوا يأخذون مآذر ومناديل من على جسد بولس، فكانت تخرج الأرواح الشريرة وتشفي الأمراض. ولإلهنا كل مجد وإكرام في كنيستنا الآن وإلى الأبد، آمين.